الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطاب مقامكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. آمين. كنا قد توقفنا مع القصة الحزينة المؤسفة المعبرة عن ما لقيه أصحاب رسول الله من العنت وهم يمارسون شعائر دينهم في مكة، وحتى وهم يخرجون من مكة لا زالت قريش تسعى خلفهم لتمنعهم من الانتقال والخروج من مكة. حتى الخروج ممنوع. حتى الكفار زمان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عليهم القرآن الكريم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يعني حتى الخروج عند قريش كان ما قبلتوش قريش وضيقت عليهم. أيها الأحباب، أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه توجه إلى المدينة، أم سلمة تركها قومها لتلحق بزوجها، أخذت ابنها وخرجت، لا دابة لا أموال، المهم أنها خرجت متوكلة على رب العالمين، لا تملك غير ذلك، لا تملك إلا نفسها وابنها. ولكن الله لا يتخلى عن عباده الصالحين، وهي في الطريق خارج مكة متوجهة إلى المدينة لقيها رجل من سادات المشركين، طلحة عثمان بن طلحة العبدري، يعني من بني عبد الدار. عثمان بن طلحة هذا كان مشركا، كان من رفقاء عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، يعني من الجيل الثاني، من جيل القيادات الثاني. لقيها في الطريق، قال إلى أين يا بنت أمية؟ قالت أخرج لألحق بزوجي في المدينة. قال والله ما لك من مترك، باللغة الدارجة عيب علي نسمح فيك، وجاي داخل مكة. لما رأى موقفا يحتاج إلى مروءة، كان صاحب مروءة، وقف هذا الموقف المطلوب. يا إخواني، ما تتخيلوش أن الله سبحانه وتعالى اختار العرب والجزيرة العربية وأهل مكة به يحملوا هذه الرسالة بغير حكمة. لا، كانوا أصحاب مروءة، أصحاب نجدة، حتى وهو مشرك قالها ما لهذا الأمر من مترك، يعني ما مستحيل نسمح فيك، عار وعيب عليا خليك تروحي وحدك في هذه البلاد. فأناخ بعيره، يعني البعير تاعه هبطه، قال اركبي، ركبت، ومسافة نتاع حوالي 10 أيام، يعني 7 أيام، بين 7 و10 أيام، 475 كيلومتر، يعني يمشي الإنسان حوالي 50 يوميا، تقريبا 10 أيام. تقول عليها رضوان الله، تقول ما صحبت من العرب أكرم منه، شهادة في رجل كان مشركا. يعني الموقف هذا يخليك، يعني عارف المستمعين الآن مباشرة سيسأل نفسه، هذا الرجل أسلم ولا ما أسلمش؟ نخبرك من الآن بأنه قد أسلم، بأن الله أدركه بفضله بعد صلح الحديبية فأسلم. يعني الإنسان غادي يبحث يقول يا سبحان الله، رجل كما هذا بالمروءة تاع هذه ويقعد على الشرك تاعه، لله في خلقه شؤون، أسلم بعد ذلك. تقول والله ما صحبت من العرب رجلا أكرم منه. تقول كنا في الطريق رايحين ماشيين، فإذا تبغي المرأة هذه تقضي حاجتها ولا تقيل ولا تريح،
ينيخ البعير ثم بعد ذلك يبتعد، تنزل هي، تروح هي تقضي حاجتها والله تستريح، فإذا رآها خلاص أتمت تأتي هي، فيأتي هو تركب ويمشي عليها. ظل على هذه الحال حتى أوصلها إلى المدينة، ما قال لها كلمة سوء، ما تحرش بها، ما كان عار عند العرب أن يتحرش بامرأة مسكينة في هذا الحال، وخاصة إذا كانت هذه المرأة حرة. فلما أطلوا على ديار بني عوف بن النجار قال لها هنا زوجك فالحقي به راشدة، ثم رجع من المدينة إلى مكة. أيها الأحباب، لا تتخيلوا أن أصحاب رسول الله بلغوا هذا المبلغ من الدين ومن حسن المآل عند الله عز وجل هكذا بغير تعب وبغير جد وبغير اجتهاد وبغير بذل وعطاء. قصة أخرى، هذا أبو سلمة اسمح في زوجته اسمح في ولده، كاين قصة أخرى معبرة عن رجل تخلى عن ماله كله. هذا الرجل هو أبو يحيى صهيب الرومي، صهيب بن سنان الرومي. هذا صهيب كان حليفا لعبد الله بن جدعان في مكة. عبد الله بن جدعان هذا كان من أثرى أثرياء مكة، لما مات ترك ماله كله لحليفه صهيب بن سنان الرومي. لما أزمع على الهجرة أخذ زاده وماله متوجها إلى المدينة المنورة. أدرك نفر من قريش حاصروا، هو لما شاف الحصار كان يحمل سيفا ويحمل قوسا وسهاما، كان حوالي 40 سهما، قال تعلمون والله يا معشر قريش أني من أرماكم نبلا، يعني تعرفوا بأني عندي خبرة ودراية في رماية السهام والنبال، ووالله أي واحد منكم يتقدم سأضع السهم في قلبه أو في رقبته حتى إذا نفدت سهامي ونبالي استعملت سيفي، وتعلمون أني والله لرجل، معناها قادر على شقايا كما نقوله باللسان الدارج. قالوا يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك، وكثر مالك وأردت أن تخرج بنفسك ومالك إلى محمد. صهيب ذكي، فهم بأن المطلوب، فهم بأن قريش يمكن أن يتفاوض معها على المال من خلال الكلام تاعهم، معناها قالوا له أنت كنت فقير لا مال لك، الآن ركع عندك مال وعندك ثروة، تريد أن تأخذ هذه الثروة وتخرج إلى محمد بنفسك ومالك؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه أرأيتم إن أخبرتكم أو إن أعطيتكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. فأعطاهم هذا المال سواء دلهم عليه أو أعطاهم إياه، مهم أن نازل عن ماله من أجل الله ورسوله. فتركوه خلاص ادوا المال وتوجه إلى المدينة المنورة. في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صهيب مقبلا قال ربح البيع أبا يحيى، الصفقة هذه اللي درتها مع قريش تقبلها الله منك. رجل تنازل عن زوجه وابنه لما كان مهاجرا، رجل تجاوز أو تخلى عن ماله، رجل تخلى عن أهله ورجل تخلى عن ماله، وهذا أعز ما يحب الرجل في الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا هما أعز ما يملك الإنسان من حطام الدنيا، أهله وأبناؤه وماله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم استعداد أنه يسمح في كل شيء
ابتغاء وجه الله عز وجل. وفعلا وصل إلى المدينة المنورة، يعني كان من الناس اللي بشرهم رسول الله بأن الصفقة هذه خلاص تمت وتقبلها الله منك أبا يحيى. أيها الأحباب، وتواتر وفود أصحاب رسول الله إلى المدينة، هذه المدينة المنورة التي استنارت بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. معنى الإيمان يمشي مسرعا نحو المدينة كما الحية من تشعر بالخطر وتتجه مسرعة إلى جحرها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنها طيبة. الحديث رواه البخاري الأول، والثاني كمان رواه البخاري: إنها طيبة وإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، لا شك أن مدينة هذا شكلها وهذا وصفها وهذه بركتها تهوى إليها وتهفو إليها قلوب وأفئدة المؤمنين. وجاء اليوم الموعود بعد أن اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هجرة أصحابه أو أغلب أصحابه، جاءه الأمر من الله تبارك وتعالى أن يخرج. جاءه الأمر في اليوم الذي أرادت قريش فيه أن تقضي عليه. أبو بكر أراد الهجرة، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، انتظر شوية لعل الله أن يجعل لك رفيقا أو يجعل لك صاحبا. أبو بكر ذكي، يفهمها كما نقول إحنا باللسان دارج، فهمها طائرة، افهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون رفيقا له في الهجرة. ففرح أبو بكر أيما فرح، وذهب إلى السوق واشترى 3 من النوق النجب، وعلفهما أحسن المأكولات تاع الحيوانات، الخبط يعني أحسن ما كان موجود يومئذ لعلف الدواب، وحضر نفسه ليوم الهجرة. جاء اليوم الموعود، اجتمعت قريش، قالوا: إن محمدا قد بلغ أمره ما بلغ، فلا بد من وضع حد لما يحدث. اجتمعوا في دار الندوة، هذه المرة لم تكن كغيرها من المرات، هذه المرة حضرها إبليس بشخصه، تهيأ وتشكل في صورة شيخ من أشياخ نجد، كان عندهم لباس خاص. دخلوا الاجتماع فوجدوا هذا الرجل، قالوا: من أنت؟ قال: رجل من أشياخ نجد، سمعت بما تأتمرون به فحضرت، عسى أن لا تعدموا مني رأيا. وبدأت المفاوضات، بدأ النقاش، بدأت المؤامرة، وظنوا أنهم قادرون، وظنوا أنهم يملكون أن يفعلوا. وما علم هؤلاء المهازيل الضعاف، هؤلاء البشر الذين لا يملكون من أمرهم شيئا مهما بلغوا من العتو ومن الطغيان، ما علموا أن الله مطلع عليهم ويعلم سرهم ونجواهم، وما علموا أن الله يمنع نبيه ويحوطه ويرعاه ويحفظه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.